فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب بالدراسات العليا، هل أتفرغ للدراسات العليا وأتوقف عن الدروس أم أحضر الدروس؟ والله على رأيك، اللي ترى أنه أصلح لك تعمله. نعم، لكن الدروس ألزم، لأن الدروس يكون عليها درجات، يكون عليها نجاح أو رسوب، فتعتني بالدروس، فإن بقي وقت فإنك تحضر المساجد. نعم.